السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هتكلم على مشكلة بتهم فئة كبيرة من البنات والسيدات، وهو زيادة هرمون الذكورة. زيادة هرمون الذكورة بتؤدي الى مشاكل صحية ونفسية بتتعرض ليها البنت والسيدات عموما، وبتمثل نسبة كبيرة وفئة كبيرة من البنات والسيدات، لدرجة ان هي كل 5 بنات واحدة منهم أكثر عرضة لزيادة هرمون الذكورة، أو كل 5 سيدات واحدة منهم أكثر عرضة لزيادة هرمون الذكورة. يعني 5 البنات والسيدات بيعانوا من هذه المشكلة. معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. مهم قوي نعرف كل البنات والسيدات موجود فيهم هرمون الذكورة، موجود بصورة طبيعية بس موجود بنسبة معينة. المفروض النسبة دي لا تتعدى 75 نانو جرام بر ديسيليتر. اكتر من كده بتدي اعراض ومشاكل صحية بتتعرض ليها البنت والسيدات. طب ليه احنا في جسمنا مهم قوي هرمون الذكورة يكون موجود؟ لان هو مهم جدا لبناء الكتلة العضلية عند السيدات. بس لما بيزيد اكتر من 75 نانو جرام بر ديسيليتر بيعمل مشاكل صحية واعراض كتيرة قوي هنتعرف عليها النهاردة. ان شاء الله النهاردة هنتعرف على الاعراض والمشاكل الصحية اللي بتتعرض ليها البنات نتيجة زيادة هرمون الذكورة، وهنتعرف عن الاسباب اللي بتؤدي الى زيادة هرمون الذكورة عند البنات والسيدات، وهنتعرف عن المشروبات الطبيعية اللي تساعد على تقليل هرمون الذكورة عند البنات والسيدات. طبعا ده بجانب العلاج اللي هو الاساسي، وهو علاج السبب، وهو علاج الغدد. اول حاجة، ايه هي الاعراض او المشاكل الصحية البنات والسيدات اللي هم عندهم زيادة في هرمون الذكورة بيعانوا منها؟ اولا كل الاعراض دي مش كلها لازم تكون موجودة، ممكن البنت يكون عندها عرض او عرضين او 3 من اللي انا هقولهم، وممكن يكون عندها كل الاعراض. اكتر عرض بشوفه انا في شغلي وفي عيادتي، بلاقي ان كتير من البنات اللي هم عندهم زيادة في هرمون الذكورة بيبقى عندهم نسبة الشعر زايدة قوي في الاماكن الغير معتادة. يعني ايه؟ يعني في الدقن، في الصدر، في اماكن غير معتادة. وده بيمثل للبنت مشكلة كبيرة جدا، وبيبقوا فعلا متضايقين نفسيا جامد. عشان كده لازم نعرف ان كل حاجة من دول ليها حل. ايضا من ضمن الاعراض اللي بتعاني منها البنات ان يظهر لهم حب شباب بصورة متكررة. البنات اللي عندهم زيادة في هرمون الذكورة بيظهر لهم حب الشباب ويعالجوه ويرجع تاني، يظهر لهم ويعالجوه ويرجع تاني. ايضا من ضمن الاعراض ان ممكن يحصل خشونة بسيطة في الصوت، وزي ما قلت مش كل الاعراض بتبان في البنات. ايضا من ضمن الاعراض عدم انتظام الدورة الشهرية. ايضا من ضمن الاعراض ممكن زيادة نسبة الكتلة العضلية عندهم. عشان كده مهم قوي نعرف ازاي نعالج المشكلة دي. قبل ما نعرف ازاي نعالج المشكلة دي بصورة طبيعية، مهم قوي نعرف ايه الاسباب اللي بتخلي هرمون الذكورة يزيد عند البنات والسيدات. اكتر سبب بنشوفه في شغلنا وهو متلازمة تكيس المبايض. متلازمة تكيس المبايض او البوليسيستيك اوفري او PCO، متلازمة تكيس المبايض دي تمثل نسبة كبيرة جدا من اسباب زيادة هرمون الذكورة، لدرجة تمثل نسبة 75% من اسباب زيادة هرمون الذكورة. تاني سبب وهو زيادة او نقص وظيفة الغدة الكظرية. تالت سبب وهو نادر جدا، وهو ورم في المبيض او ورم في الغدة الكظرية. ايضا من الاسباب النادرة جدا ايضا هو تعرض البنت لأدوية ادت الى زيادة هرمون الذكورة. ايه هي الحاجات الطبيعية اللي كل بنت وسيدة تتناولها وتشربها بصورة طبيعية وتؤدي الى
تقليل هرمون الذكورة عندها بدون أعراض جانبية بدون تفاعلات، وتعمل عليها دراسات مثبتة. أول مشروب رائع جدا بيؤدي إلى تقليل هرمون الذكورة فهو مشروب البردقوش، وهو موجود في صورة باكت أو أكياس زي الشاي زي اليانسون. بنصح كل بنت وسيدة تشرب منه كوبايتين يوميا، ده فعلا بيساعد على تقليل هرمون الذكورة بصورة ملحوظة جدا، وتعمل دراسات مثبتة عليه. اتأكدت ان تناول السيدات والبنات مشروب البردقوش بمعدل 2 كوب يوميا يؤدي فعلا الى تقليل هرمون الذكورة بصورة ملحوظة. ايضا من المشروبات الرائعة جدا مشروب النعناع او مغلي النعناع. النعناع ميزته ايه؟ ان هو بيزود هرمون الانوثة، واحنا في الفسيولوجي بتاع جسمنا لما بيزيد هرمون الانوثة بيقل هرمون الذكورة، فبيساعد على زيادة هرمون الانوثة وتقليل هرمون الذكورة. تشربوه معدل كوبايتين يوميا، ده بيساعد على تقليل هرمون الذكورة بصورة ملحوظة، وفعلا اتعمل عليه دراسات اكدت ان تناول السيدات والبنات اللي عندهم زيادة في هرمون الذكورة بمعدل كوبايتين يوميا من مشروب النعناع بيقلل لهم هرمون الذكورة بصورة ملحوظة. ايضا من المشروبات الرائعة جدا مشروب العرق سوس. العرق سوس ميزته ان هو بيزود هرمون الانوثة ويقلل هرمون الذكورة. بس بنوه هنا على حاجة مهمة قوي، العرق سوس بيعلي الضغط، فلو انت عندك ضغط عالي مفيش داعي لمشروب العرق سوس، وخليك في مشروب البردقوش ومشروب النعناع والمشروبات اللي انا هذكرها. ايضا من المشروبات الحلوة قوي المناسبة لكل البنات اللي عندهم تكيس مبايض، وهو مشروب المية متضاف ليها خل تفاح عضوي طبيعي مرتين يوميا او 3 مرات يوميا بعد الاكل. ده بيؤدي الى زيادة حساسية الانسولين في الدم ويقلل من نسبة هرمون الانسولين، واحنا اول ما هرمون الانسولين بيقل هرمون الذكورة بيقل، لان هرمون الانسولين لما بيزيد هرمون الذكورة بيزيد. ايضا من المشروبات الرائعة جدا مشروب القسط الهندي، وده اتعمل عليه دراسات كتيرة قوي. مغلي عيدان القسط الهندي بمعدل كوبايتين يوميا بيؤدي ايضا الى زيادة هرمون الانوثة وتقليل هرمون الذكورة عند البنات والسيدات اللي عندهم مشكلة زيادة هرمون الذكورة. ايضا من ضمن المشروبات الرائعة جدا مشروب الكهوش الاسود او كهوش السوداء. المشروب ده اتعمل عليه ايضا دراسات كتيرة اكدت ان هو بيزود هرمون الانوثة ويقلل هرمون الذكورة بصورة فعالة جدا. الخلاصة ايه؟ الخلاصة مهم قوي نعرف ان هرمون الذكورة موجود في جسمنا بصورة طبيعية في كل البنات والسيدات، ومهم قوي لبناء الكتلة العضلية، بس بالنسبة الطبيعية وبنسبة قليلة محددة لا تتعدى 75 نانو جرام بر ديسيليتر. مهم ايضا نعرف ان في حاجات طبيعية بتقلل من هرمون الذكورة وملهاش اعراض جانبية زي مشروب البردقوش ومشروب النعناع ومشروب العرق سوس ومشروب المية بخل التفاح العضوي ومشروب القسط الهندي ومشروب الكهوش الاسود او كهوش السوداء بدون اعراض جانبية كلهم، بالاضافة طبعا لعلاج الغدد كغدد. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع.